لا ده انا كنت اصل انا افتكرت ميعاد مهم جدا، وبعدين الكلب كانت نفسيته تعبانه يعني، فقلت انزل افرجه الشارع. قد ايه انت انسان؟ زي الجمل في شموخه، زي الحصان في اصلته، زي الحمار. بقول لك ايه، انا اتاخرت على الميعاد بتاعي، وبعدين الكلب قرب يتخنق. ها بيحبني. فكرت اعمل موضوع التأمين ده يعني، خصوصا عشان افلام الاكشن اللي بعملها وكده، بس مش عارفه كل مره بتراجع كده. علشان انا ما كنتش في حياتك. انا بحب الشطه جدا يعني، وبستغرب جدا الناس اللي بتحب الشطه. انت بتحب الشطه؟ بحبها. شويه زي ما انت حضرتك عايزه. والراجل بقى اللي ما يحبش الشطه ده ما يحبوش خالص. لا انا بصي يعني انا بعشق الشطه، الشطه دي يعني رمز الرجوله. بحط شطه كتير قوي، ده شكله هيموت مننا. شطة تاني؟ حطيله تاني، حطيله تاني. بنتي ده هيموت مني. مش مهم، خليه يفطس. انت كويس استاذ وحيد؟ بس انا حاسه انك تعبت شويه. او ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ اتفضل. ممكن ادخل الحمام؟ ارجوك. مش هخرج الا بعد نص ساعه. هو انت تاني وفي عز دخول الكابينيه؟ ايه الصدفه الحقيره دي؟ فعلا يا فندم، يا صدفة معفنة أوي. معفنة يا معفن، ده أنا هخرب بيتك. في حاجة يا أستاذ؟ في نور بعد عنك، نور. مفيش باب تاني يخرجني من هنا؟ في ده طول أوي. يا حرام، الحقونا. ده راح فين ده؟ مش مصدقه. مفيش حد يا فندم جوه في الحمام. هعمل ايه في الشنطه دي؟ انت بقى سيبيها له هنا تبقى الاطلال بتاعته. ما تجربي تكلميه على التليفون. مين اشريه؟ دي نيلي كريم يا وحيد، نيلي كريم. ما تردش يا اخويا، ركز في اللي انت فيه. ما بيردش. خلاص يلا بينا، ملناش دعوه بقى. يلا يلا يا نيلي. ايه حكايه نيلي كريم دي معاك؟ اجيب له ميه سخنه يا دكتور؟ والله مش عارف، هو ده مش دكتور؟ تعالي بقى نفتح الشنطه ونشوف فيها ايه. ما يصحش برضه، احنا مش هنسرقها يا نيلي، احنا بس هنشوف فيها ايه. اصبري، نعرف ده مين، نتاكد. نيلي الحقي، ده طلع دون جوان. حرام عليك يا بنتي، ده غلبان جدا يا بنتي. دي طريقه جديده، بس صدقي ذوق حلو قوي. بصي، يبقى الموضوع مش موضوع بوليس التامين. بس ده ما ردش على تليفوني لما كلمته. يا بنتي الشنطه دمرته، قضيتي عليه. بصي هاتي الحاجات دي بقى، انا هوديها للبيت. الموضوع مسؤوليه. طب ممكن اتفرج على بقيه الصور؟ بطلي يا بنتي، دي مسؤوليه ما يصحش. ليلي استني ما نشوف بس بقيه الصور. انا هتصرف وهوديها له بكره الصبح. دي مسؤوليه برضو. يلا يا حبيبي، انت هو. يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي، يلا. اي حد يجي هنا تسلم عليه ولا ايه؟ ابات يلا. مين دي يا ابني؟ ممثله. ممثله؟ اي والله. يا اهلا وسهلا، المنوره. حضرتك ايه؟ حسن. استاذ وحيد. استاذ وحيد، صح. استاذ وحيد فريد. ايوه اتفضلي. يلا يا ابني خلاص، هو الفنان ده ما يعرفش يمشي عادي ولا ايه؟ يلا ممثله. يلا يا حبيبي، يلا يلا اخويا امشي. يلا يلا يا فرجه. ميرسي، انا خلاص كده عرفت العنوان. لا والله لا يمكن، انا لازم اوصل حضرتك وانت راجعه مع الله اكبر. الله اكبر، انتوا بتصوروا حاجه هنا؟ ها يا ما شاء الله ما شاء الله. مساء الخير يا عم. عمه ده انت اللي عمه، وعمه المنطقه كلها. يا
انت ذبحتيني في فيلم الارض. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلي في الصالون طبعا. ولا فيلم اريد حلا ملوش حل يا عمي. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ انا ما ترى استاذ وحيد صحي؟ مصحيه ده لو ما صحيش اموته. اتفضلي. يا سلام ده لازم يصحى. لو ما صحيش اموته. اه طبعا. حلوه قوي قوي دي. ولا فيلم ابي فوق الشجره مش ممكن مش ممكن يا بصراحه حضرتك يعني منوره الدنيا والبيت بيتك. خدي راحتك زي ما انت عايزه. انت ايه ولا ايه؟ فوق فوق خالص فوق فوق. لا شوف وشك بسرعه والبس. يلا تعالى خد خد امسك امسك. انت بتقفل ايه؟ ارميه ارميه. خدي كلمه منها ضربه يا عبده. شيله انت انا متوضي. خلاص حضرتك انا هشيله مفيش مشكله خالص. على العموم يعني انت منورانا. ايه طيب ابقى فكره. ها شاطر شاطر. انت تعبتي نفسك. انا كويس الحمد لله. لا مفيش تعب ولا حاجه. انا بس قلت اجي اطمن بنفسي. على فكره احنا كنا ناويين نبيض الاسبوع الجاي وحياة ربنا. لا 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 بالعكس بيت لطيف قوي. بالعكس ده بيفكرني ببيتي في اسكندريه اللي انا اتولدت فيه. بس مش قوي يعني شويه. انت كده هتخليني احب البيت والله. طب هات الكلب عنك عنك. ايوه طب بالراحه شويه بالراحه. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. الله ارنب. بوسه من بقه. ها بوسه. احسن تشرب ايه حضرتك؟ لا حضرتك مالوش لزوم خالص. لا لا لازم تشربي حاجه. الناس تقول علينا ايه. خلاص شاي يعني. هجيب لك جنبه بقى سندوتش على ذوق يا هبه. تشرب ايه حضرتك؟ كابتشينو اكسبريسو بس سوبرانو. اما انتوا يا ممثلين عليكم طلبات. يا بابا كابتشينو كابتشينو. انا بصراحه كده قلقت عليك امبارح. هو انت رحت فين؟ اصلا امبارح دخلت الحمام من هنا بابا اتصل بيا على الموبايل وكان تعبان جدا. بعد الشر عليه. اه والله كان ضغطه كان عالي وكان سكر منخفض وكان محتاج نص نقل دم. الف سلامه على بابا. الله يسلمك. ميرسي على اتفضلي يا حبيبتي. لك زخانه مش عارفه يا بابا. زخانه ايه يا بابا؟ حضرتك تطلب حاجه غير الاكسبريسو سوبرانو ده؟ خلاص يبقى الكافيه لاتيه. احنا تشرب شيء. خلاص هو هيشرب شيء. وانت بقى اعمله له عشان انا تعبت. انا برضه ايوه اتفضل. ما اعرفش مين ضحك على الواد وحيد ابني امبارح واكله شطه. الواد جالي وهو بيموت. عمره في حياته ما اكل شطه. هو يا جماعه انا كان نفسي اقعد معاكم شويه بس حقيقي عندي تصوير يعني. وشاي؟ لا معلش فرصه ثانيه بقى. مع السلامه. مع الف سلامه. انا كان نفسي اتصور معاكي. ايه ده انت مستعجله على ايه؟ انا فعلا متاخره قوي. على فكره الراجل اللي قاعد ده مش تبعي خالص وشكله كمان كده مش طبيعي. ولا مدير اعمالك؟ خالص. طب اجي اوصلك كريم. لا 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 مفيش داعي خليكوا هنا. كافيه لاتيه. ها كابتشينو سوبرانو. ها عامل لي فيها جيجي لامار ده. طب سيبتك صوت. اضرب يلا شوف الباب عقبال ما اخلص عليه. انا عايزه اعرف الست نيلي كيم الممثله كانت بتعمل هنا ايه بالظبط؟ كنت تعبان وجايه تزورني وتطمن عليا ولو غيرانه ومتضايقه نسيب بعض عادي جدا. مين قالك ان انا متضايقه؟ ده منظري واحده متضايقه؟ يا عمي تعالى شوف ابنك اللي اهله ما عرفوش يربوه بيتصرف ازاي؟ اهله ما عرفوش يربوه هي دي اخرتها؟ بقول لك ايه اصطفوا مع بعض انا مش ناقص وجع دماغ. شفت حتى باباك متضايق منك. مش متضايق اهو متضايق منك. انا بقى هعيط صايه. روحي روحي تصيفي جنب اي حد. بقولك اي حاجه انا كده كده مساعد وزير الداخليه وانت حجم الايه ما يعني يا طهو الحقيقه طهو المليري ده بيشتمك يا بابا. الله يسامحه ده طلع حكومه. اجيب لك هوت دوج ما كفايه الجلوكوز اللي انت بالينا بيه ده. ايه يا عم مالك فيه ايه؟ عاوز اكلمها. هتقول لها ايه؟ مش عارف مش لاقي حجه. سيب الموضوع ده عليا انا يا معلم. هتعمل ايه؟ ياما مشاهد